ساعات قليلة قبل انتهاء الآجال، ما تزال عملية إيداع الترشيحات لتشريعيات 12 جوان بالمندوبيات الولائية متواصلة وبوتيرة أسرع قبل إسدال الستار عليها منتصف ليلة اليوم. تعرفوا عمليا بأن الساعات الأخيرة هي اللي يكون فيها الاكتظاظ، وإحنا منتظرين باللي العدد راح يزيد ويكبر يعني. وفي هذه الساعة راه فيها قوائم تنتظر للتصديق على التوقيعات، إذن ما كان حتى مشكل، وراح تتم إن شاء الله في أجلها وكما حددها القانون. أحزاب ومترشحون في قوائم حرة وبعد اجتيازهم مرحلة جمع التوقيعات يتوافدون تباعا على مقرات المندوبيات لاستكمال مرحلة الترشح قبل دخول غمار المنافسة. حتى السلطة لاحظنا تفاعل السلطة إلى حد الآن، سواء على مستوى الوطنية أو مستوى الولاية الجزائر العاصمة، تفاعل، تبادل أخبار، تبادل تعليمات، تبادل الأمور القانونية. تمت العملية إن شاء الله بتوفيق من ربي سبحانه، وجينا من أجل باش نقوم بعملية الإيداع في إطارها العادي والطبيعي. هي الخطوة الأولى التي يخطوها المترشحون في السباق نحو قبة زيغود يوسف لإعادة تشكيل الغرفة السفلى للبرلمان في ظروف جديدة واجهتها الشباب وأساسها القطيعة مع الممارسات السابقة.